والأكل والشرب قائمة. حكم الأكل والشرب قائمة. لم يرد فيه نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه لما ذكر حديثا في الشرب قائما في النهي عن الشرب قائما سأله سائل فالأكل، قال ذاك أشر ذلك أخبث، موقوفا على أنس من كلام أنس. هناك حديث معلول، كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، لا يثبت، معلول، وبالله تعالى التوفيق.